لم يدخل المنتخب المصري كأس الأمم الإفريقية مرشحاً لبلوغ المباراة النهائية أو حتى المربع الذهبي بسبب عدم الاقتناع بأداء المنتخب الذي لم يكن بالشكل الجيد لا سيما في كأس العرب، وهو ما تأكد منه الجميع عقب الخسارة من نيجيريا في افتتاح مباريات البطولة القارية. الهزيمة من نيجيريا والفوز بأداء هزيل على غينيا بيساو والسودان منحوا مصر المركز الثاني ومكنوا المنتخب من التأهل إلى الدور التالي ليضرب موعداً مع أولى الاختبارات القوية التي نجح الفراعنة في اجتيازها واحداً تلو الآخر. مواجهة كوت ديفوار لم تكن سهلة على المصريين، فالأفيال الإيفوارية تقدم مستوى جيد وأطاحت بالجزائر من دور المجموعات بعد هزيمة ثقيلة، وتسعى بكل تأكيد للثأر من الفراعنة الذين أذاقوا الإيفواريين مرارة الهزيمة في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية. لكن كل تلك الأحلام تحطمت عند محمد أبو جبل حارس المنتخب الذي نجح في التصدي لركلة جزاء ترجيحية منحت مصر بطاقة العبور إلى الدور التالي. في دور الثمانية ضرب منتخب مصر موعداً مع المغرب في قمة عربية بمثابة نهائي مبكر. منتخب أسود الأطلس بقيادة أشرف حكيمي يتأهب إلى إضافة مصر إلى قائمة ضحايا في البطولة، لكن محمد صلاح ورفاقه نجحوا في فرض قبضتهم على المباراة رغم تحيز الحكم السنغالي ليصعد الفراعنة إلى الدور قبل النهائي، وهذه المرة أمام المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور. أحاديث عديدة قبل المباراة عن الحرب التي ينتظرها المصريون في الملعب، وأن منتخب الأسود الغير مروضة قادر على التهام الفراعنة وبلوغ المباراة النهائية. حرب الملعب التي تحدث عنها سامويل إيتو لم تكن بأقدام لاعبي الكاميرون، بل جاءت بصافرة الجامبي باكاري غاساما الذي فعل كل ما في وسعه لإسقاط الفراعنة، ولكن بروح الرجال وعزيمة الأبطال صعد منتخبنا للنهائي ليواجه السنغال. في طريقهم للمباراة النهائية نجح المصريون في التغلب على الثعالب وصقور الجديان والأفيال والأسود بنوعيها الأطلس والغير مروضة، ويتبقى فقط مواجهة أسود التيرانجا المشهورة بحسن الضيافة. فهل يتمكن محمد صلاح ورفاقه من استعادة سيرة أسلافهم ويحكم قبضتهم على الغابة الكروية في القارة الإفريقية، أم يكون لرفاق السنغالي ساديو ماني رأي آخر؟